شرح جديد موقع للربح البيتكوين، ربح بيتكوين عن طريق الضغط على الإعلانات. نبداو على بركة الله. أول حاجة مشيو روجيست باش نتسجلو في الموقع. أولا يوزر نيم، باسورد، إعادة كلمة باسورد، إيميل خاص بينا، سيكوريتي، يعني اختار السؤال من هاد الأسئلة هادي وجاوب عليه، يعني اختار أي سؤال كيما بغيتي، يعني جاوب خصو يكون تعقل عليه، جاوب وصافي. إذا كتب هنا الجواب، هنايا اسم ديال الحالة اللي المهم إذا خليوه هداك الاسم ديالي أنا، إحالة خاص بي، يعني اللي دخلك الموقع هنا، يعني دير يس اي جري، وافق. هنا نكتبو كود كابتشر، كود كابتشر ورجست، ورجست ضغط على رجست. ندخل انا موقع، يعني انا مسجل من قبل. ندخل واجهة الموقع، ندخل لواجهة الموقع. اول حاجة بوم الفوقي هنايا اكونت خاص بنا، يعني واجهة الموقع. سيبورت يعني ارسال الموقع، يعني اي مشكلة صدفتك تترسل الموقع هنايا وتحلوها لك. ويدراو السحب المال، بعد نرجعو له. بروفايل يعني المعلومات خاصة بك، المعلومات خاصة بك هنايا. هنا باسورد، معلومات خاصة بنا، المحفظة، تدي محفظة، نفس المحفظة بجوج بيهم، بعد نشرحو علاش. يعني كتب المحفظة اللي هنايا، يعني هادي واخا بلاش، واخا مكتبهاش هنايا، المهم كتبها هنايا الأول. دير باسورد خاص بيك، ودير سيف، وضغط هنايا سيف شانج، وهنا تغيير الباسورد اللي كنت ناوي تغير الباسورد. هنا هادو ديال الإحالات، يعني الإحالات اللي عندك، ان هنا تطلع حد ضغطت الاحالات خاص بك. وهنا وهذا هو الرابط الاحالة خاص بك، يعني تنشرها الاصدقاء واي شخص يعني بغى يتسجل، تعطيه هذا الرابط هذا باش يتسجل على الطريق ديالك. يعني هنا الفوق اللينك بحال هذا، يعني هنايا سيبورت كما قلنا، اكون اللي تهمنا يعني على الاعلانات فيو ات، ندخلوا له. وهذو هما الاعلانات اللي عندنا لنا اليوم، يعني كل يوم تيكون اعلانات يعني كثر ولا قل ولا كل مره وكيفاش. هاد الاعلانات ديال ديال السيكون، سد ديال الثواني، هي 10 ثواني، هنا 20 ثانية. اعلان فيه 500 بيتكوين بي تي اس، هنا 300 وهنا 90. نختارو شي اعلان، مثلا نختارو 10 ثواني، نضغطو عليه ونضغطو لهاد النقطة، تنشوفو هاد الخط حتى تنتهي. من تنتهي تولي هيدا خضراء، احنا ربحنا 300 بيتكوين. ويعني واخا تضغط عليه وتمشي لموقع واحد اخر، ولا تصفح وترجع، يعني مثلا هاي تضغط عليه وصير تصفح كما
مين تترجع له تيكون غادي انه خط صفح يعني ما توقفش الاله.